مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، لقاء جديد متجدد مع حضراتكم كل يوم أربع الساعة 7 مساء. ومدير المستشفى، مدير المستشفى النهاردة بيقدم لحضراتكم حلقة مميزة بيشاركني فيها الأستاذة مروة بغدادي، وهيبقى عندنا فقرتين إن شاء الله تشاهدونا وتتابعونا، فقرتين مهمين قوي قوي. هنتكلم عن خشونة الركبة، هنتكلم عن حقن المفاصل، هنتكلم كمان في الفقرة الثانية عن الأسنان ونوافذ جديدة في علاج الأسنان. بيشرفني في الفقرة الأولى الأستاذ الدكتور أشرف صادق، استشاري العظام والمفاصل، منور الاستديو. ربنا يخليك دكتور أشرف بيه. ميرسي يا حبيبي. منوراني كمان الأستاذة مروة بغدادي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ منور الدنيا كلها. ميرسي، ربنا يخليك. دكتور أشرف، قصة خشونة الركبة أصبحت يعني مش عايز أقول ظاهرة، ولكن النهاردة أصبح كثير من مرضى بيعاني من خشونة الركبة، وابتدينا نشوفها في سن صغير، ابتدينا نشوفها في ناس مش اوزانها تقيله ولا حاجه، ابتدينا نشوفها في بعض سيدات وكمان البنات. حضرتك تفسر لي بايه اول سؤال ليا انتشار هذا المرض اللي اصبح يعني ايه كتير من اسرنا بتعاني منه، بتعاني من علاج لفترات طويله، وهو خشونه الركبه. تمام. اولا انا سعيد بالتواجد مع حضرتك وسعيد بالتواجد بقناه الصحه والجمال. اولا قبل ما نتكلم على خشونه الركبه لازم نشرح او ندي للمشاهد مفصل الركبه بيتكون من كام حاجه. مفصل الركبه بيتكون من ثلاث اجزاء رئيسيه: الجزء السفلي لعظمه الساق، الجزء العلوي لعظمه الساق، والجزء السفلي لعظمه الفخذ، وغطاء الركبه اللي هي الباتيلا. تمام. الثلاث اجزاء دولت بيكونوا مفصل الركبه. مفصل الركبه يعتبر من المفاصل المهمه جدا، اللي هو مفصل موصل للحركه. تمام. بيبقى جوه المفصل دوت بيبقى فيه حاجه اسمها سيانوفيال فلويد او السائل السيانوفي دوت، اللي بيبقى زي بيكون بيتشحم من الركبه عشان تتحرك في اتجاهات معينه من غير ما يحصل الم. اللي بيحافظ على المسافات اللي موجوده بين المفصل نفسه اللي هو العضلات والاربطه اللي موجوده حوالين الركبه. بيجي اول حاجه اسباب خشونه الركبه. اول سبب السن، تقدم السن. فوق 55 سنه معظم المصريين او عشان قله ممارسه الرياضه بيصابوا بخشونه بالركبه نتيجه ترهل العضلات دي بتضعف، فبيحصل ان العضلات هي بتبعد الجزئين المكونين المفصل عن بعضهم، لما بتضعف بيحصل كومبريشن او ضغط فبيقربوا من بعض، يبتدي يحصل الاحتكاك، يبتدي تظهر اول اعراض للخشونه اللي هي عباره عن الام، تورم في الركبه، احمرار في الركبه، سخونيه، تحط ايدك على الركبه تلاقيها سخنه شويه، تسمع صوت اثناء الفحص بتاع المريض اللي عنده خشونه الركبه. فاول سبب من اسباب خشونه الركبه هو تقدم العمر من فوق 55 سنه. تمام. تاني سبب الاوفر ويت، الوزن زياده. وزن زياده، واحد مثلا لو وزنه الطبيعي 90 كيلو هيبقى 100 كيلو، هيبقى فيه 10 كيلو اوفر، كل كيلو زياده بيمثل ضغط على الركبه من 1 ل 4 كيلو. نفترض ان واحد المفروض يكون وزنه 80 كيلو، هو وزنه 95 كيلو، يبقى فيه 4 كيلو في 15 زياده، هيبقى 60 كيلو، 60 كيلو كانك ماشي وشايل 60 كيلو. لكن اللي عايز اسالك يا دكتور اشرف، معلش المقاطعه، يعني هذا الثقل الزائد بيبقى على الركبتين؟ لان احنا بنشوف مرضى يا استاذه مروه دايما المعاناه بتبقى من ركبه واحده. تمام. فيعني دايما يقول لك طب انا تخنت يعني من ناحيه واحده، طب اشمعنى اليمين هي اللي بتألمني وانا الشمال لما بمشي عليها ما بحسش بألم خالص؟ بالظبط. يعني احنا معلش بنقطعك لان دي الاستفسارات اللي احنا بنقابلها. تمام. انت دايما الواحد بيبقى اشول، واحد بيبقى ايمن، معظم المصريين معظم بيبقى ايمن. تمام. فبيبقى استعماله الرجل اليمين اكتر من الرجل الشمال. تمام. فبتظهر الخشونه بدري على الرجل اليمين. تمام. العكس لو كان واحد ايسر هيبقى استعماله للركبه الشمال اكتر من الركبه اليمين، فهتظهر الخشونه في الركبه اليمين قبل الركبه، او الركبه الشمال قبل الركبه اليمين. ده نتيجه الضغط اللي موجود. هل في عادات معينه في حياتنا هي اللي بتعمل خشونه الركبه، زي مثلا السواقه، زي طريقه قعده غلط؟ بالظبط. السواقه لفترات طويله، طريقه عدم ممارسه رياضه من الصغر، بتيجي على سن معين ما تمارس الرياضه العضلات بتضعف، فالضغط بيزيد على المفصلين، فبيحصل احتكاك، بيحصل تاكل لغضاريف الركبه، بتبتدي تظهر اول درجات الخشونه. طيب الدكتور اشرف بيه، انا بس عايز انبه الساده المشاهدين ان احنا معانا قيمه علميه يعني ثريه جدا في علاج المفاصل وعلاج خشونه الركبه. اتمنى التواصل. والنبي ضياء بيه من فضلك حد يحط لنا ارقام التواصل على الهاتف معانا مباشره على الشاشه. وكمان عايز برضو يا استاذه مروه ان الدكتور اشرف موجود في الليبيني،
واحد ابراج طيبه تقاطع ترسه مع المريوطيه. تمام. هذا هو مركزه، بيتعامل هناك بكل عيادات اي كلينيك اللي موجوده معانا دايما، وهي تعتبر يعني احد الرعاة الرسميين لهذا البرنامج، ومساهماتها جيدة جدا في نشر هذه الثقافة، ثقافة العلاج النهاردة وتقليل الأدوية وتقليل كميات المضادات الحيوية اللي بناخدها ومضادات الآلام الروماتيزمية، عشان نصل إلى صحة جيدة بأقل تكلفة وأقل كمان معاناة للمريض. كمل لي أشرف بخشونة الركبة. تمام. أنا قلنا أول سبب الإيتش، تاني سبب اللي هو الوزن الزيادة، تالت سبب بيبقى نوع، ممكن يكون نوع وراثي، بيحصل ميوتيشن في جين معين بيخلي شكل المفصل مختلف. تمام. التفلطح بيزيد شويه فبيبقوا قريبين من بعض، فبيحصل احتكاك زياده قبل السن المتوقع للخشونه، فدي نسميها ايرلي استرويسايتس او خشونه مبكره. تمام. ثالث سبب اللي هي طريقه التغذيه بتاعتنا، احنا بنبتدي ناكل بننسى حاجات مهمه جدا زي فيتامين دي، زي الكالسيوم، الحاجات دي مهمة جدا في طريقة التغذية. من الأسباب الرابعة برضو رابع سبب عدم ممارسة الرياضة، زي ما قلت من الأول خالص، يعني عدم ممارسة الرياضة بتؤدي لضعف العضلات، فبيبقوا الاتنين قريبين من بعض، يبتدي يحصل احتكاك بدري. طيب دكتور أشرف، في الماضي كنا بنسمع عن إن خشونة الركبة لابد من تدخل جراحي، وعملية طبعا مؤلمة وقاسية، وتكلفتها طبعا أعتقد أنها عالية أوي. حضرتك قبل الهوا كلمتني عن نافذة جديدة لعلاج مفاصل وعلاج خشونة الركبة، وهي الحقن بالبي آر بي. تمام. عايز حضرتك بس تشرح للسادة المشاهدين خبرة حضرتك في ده، وإزاي بتقدم هذه الطريقة الجديدة لعلاج ألام الركبة. هنبتدي من الأول خلاص. إحنا من زمان قبل ما يطلع البي آر بي كنا بنحقن الاسترويد اللي هو الكورتيزون الموجود في الركبه. الكورتيزون ده كان بيجيب نتيجه بس فعاله لفتره معينه وصغيره جدا، وبيشتغل كان زي مضاد للالتهابات. وبعد كده رحنا ضايفين حاجه اسمها الهيلورونيك اسيد. الهيلورونيك اسيد ده ماده موجوده في السيانوفيال فلويد او في السائل السيانوفي اللي في الركبه. يبقى الهيلورونيك اسيد مع الكورتيزون ابتدت النتائج تتحسن الى حد ما، بس بتاخد فتره قليله لان دوت بتبقى حاجه يعني ارتفيشال، ما هياش حاجه طبيعيه، حاجه صناعيه بتبقى فتره وتنتهي. بعد كده ابتدى نفكر تاني لغايه ما طلع حاجه اسمها البي ار بي. بي ار بي ده اختصار لحاجه اسمها بلازما ريتش بروتين، بلازما غنيه بالبروتين. اولا بتتاخد من العيان نفسه، بتتاخد من دم المريض نفسه، بتتحط في المعمل طبعا، والمعمل ده ليه دور مهم جدا لان المعمل بناء عليه بيركز لي كميه البروتين الموجوده في العينه. يعني انا باخد، معلش بس اسمحك حضرتك بس طبعا. انا باخد عينه دم. تمام. من المريض، من 10 سم ل 15 سم دم من المريض فقط. فقط. وتخش العينه دي المعمل، المعمل بسنترفيول اللي هو جهاز الطرد المركزي، بيفصل لي البلازما والبليتلت عن بقيه مكونات الدم، البلازما والصفائح الدمويه عن بقيه المكونات اللي هي الدم. الكرات الدم الحمراء والبيضاء كل ده بيعزل في انبوبه معينه، انبوبه بتاعت البي ار بي. تمام. تمام. دي بناخد الجزء ده وبنحقنه في الركبه تاني. تمام. يستحسن يكون في الوقت، يعني ما يكونش في مسافه بين العينه وبين الحقن، وده متوفر عندنا في اي كلينيك لان المعمل موجود في العياده، فبناخد العينه ات ذا سيم تايم في نفس الوقت بنحقنها في الركبه. ثانيا بالنسبه لحقن البي ار بي، عشان نتكلم صح، البي ار بي بيجيب نتائج في حتت، في حاجات معينه. انا عندي الخشونه دي ليها درجات، في خشونه من الدرجه الاولى، خشونه من الدرجه الثانيه، من الدرجه الثالثه. انا بتكلم عن الدرجه الاولى والدرجه الثانيه، وبدايه الدرجه الثالثه هيجيب نتيجه ممتازه. يعني اذا كان هناك تشخيص مبكر لخشونة الركبة والألام الركبة، وتوجهنا إلى المكان الآمن السليم اللي فيه معمل في نفس المكان، ويستطيع أحد الخبراء سحب دم من المريض وسنترفيوج تركيز مركزي أو طرد مركزي، وفصل البلازما، ثم يتم حقنها. أستسمعك بس دكتور أشرف. أستاذة مروة، معنا منة من مدينة الأقصر. أيوة فندم، مع حضرتك. أهلا يا أستاذة منة. أهلا يا دكتور خالد، بعد إذن حضرتك أنا كنت عايزة أكلم الدكتور. حاضر، معاك الدكتور أشرف صادق، استشاري المفاصل وخشونة الركبة، اتفضلي. طيب من فضلك يا دكتور، أنا بحس يعني كنت الأول بتعب لما بمشي، المفاصل بتتعبني ورجليا وكده، فأنا رحت للدكتور قال لي عندك خشونة في الركبة. تمام. فأنا إداني علاج وإداني كريمات، وبرضه بتعب برضه، مش يعني برضه ما بقومش في المشي، حتى لو مشيت بقى تعبانه وكده. فانا مش عارفه كده يعني، بقول للدكتور يعني اعمل ايه. طيب دلوقتي حضرتك انا بتكلم الخشونه دي، الالم دي بتبقى مستمره ولا بتروح وتيجي؟
لا يا فندم، هو حضرتك لما ببقى بمشي فتره ببقى تعبانه، بس يعني ولما اكون نايمه يعني في لما اكون قايمه من النوم يعني ما بقدرش امشي يعني مشي اللي هو طبيعي، لا ببقى برضه المفاصل تعبانه وما بقدرش امشي. وانت قايمه من النوم بيبقى اكتر الم؟ اه جدا جدا. عملت تحليل اليوريك اسيد والنقرس والحاجات ديت؟ لا يا فندم، هو النقرس عملت تحليل نقرس قال لي ما عندكيش نقرس. تمام. بالنسبه للوزن قد ايه يا فندم؟ الوزن يا فندم 80. المفروض يبقى كام بالنسبه للطول يعني؟ للطول لا يا فندم، انا قست الوزن جبته 80 بس. ما يعني طول حضرتك كام سنتي؟ يا استاذة منى طولك كام؟ عشان بس هو الدكتور عايز عشان يشوف هل في وزن زيادة على مفاصل الركبة ولا لا؟ ايوه هو في يا فندم يعني. انت مكسوفة يا استاذة منى، تقول لنا ان انت سمينة شوية، احنا حسينا كده كلنا في الاستديو ان انت مكسوفة. الدكتور اشرف هيرد على حضرتك، شكرا لاتصالك يا فندم. بالنسبة للنسا منى، أول حاجة لازم نعدل الوزن شوية طبعا. ولازم نعمل الأشعة ونعمل صورة دم ونشوف هل ينفع معاها البي ار بي ولا لا. طب صورة الدم ليه بقى يا دكتور؟ عشان نشوف كمية الصفائح الدموية موجودة، هل تكفي إن أنا أحقن بيها ولا لا؟ في يعني ناس بيبقى عندها الصفائح الدموية قليلة. قليلة. يبقى أنا هفصل دي، ما أنا من الأول خلاص يهمني نعالج الموضوع بتاع الصفائح الدموية قبل ما ندي العينة. يعني إحنا حضرتك محتاجين صورة دم وأشعة على الركبة. وأشعة على الركبة. الأشعة دي بتحدد لي درجة الخشونة. تمام. عشان لو في درجة متقدمة يبقى مش هندي بي ار بي. لو فيرست وسكند او الدرجة الأولى او الدرجة الثانية يعني بتدي ندي بي ار بي وتجيب نتائج كويسة. طيب دلوقتي دكتور أشرف، في بعض الناس الغير متخصصة بتدي حقن بي ار بي في أماكن مش متخصصة، احنا عايزين نبين للمشاهد ايه أضرار ده طبعا وايه الطبيب محتاج يشخصه علشان نقدر نحقن البي ار بي. بص يا مدام، زي ما اتكلمنا الاول البي ار بي ليها شروط، مش اي واحد ياخد بي ار بي او مش اي عيان هيجيب نتيجه البي ار بي مع هيجيب نتيجه كويسه معاه. عندي شروط معينه، اولا تحليل الدم زي ما اتكلم مع الدكتور خالد تكون صوره الدم ممتازه او كويسه بحيث يبقى عندي بروتين كافي للحقن. تاني حاجه درجه الخشونه، هل درجه اولى درجه ثانيه درجه ثالثه درجه رابعه، وات ايفر الدرجه بناء عليها بحدد وزن العيان. انا مش هدي واحد مثلا وزنه 120 كيلو هديله بي ار بي، مش هينفع. لازم يكون العيان صالح انه ياخد دي، بيحددها دكتور متخصص. بالنسبه للي بيدي في اماكن، طبعا اخطر حاجه ان يحصل الانفكشن عدوى جوه الركبه، لازم بالظبط ده لازم يكون في مكان معدي تماما للحقن بتاع الركبه، لان العدوى اللي جوه الركبه بتعمل لي مشاكل اكتر من الخشونه. لو حصل ان السرنجه مش مظبوطه او التعقيم مش كويس داخل بالظبط، او الحقن ممكن ياخد عصب وهو داخل، ممكن ياخد وتر وهو داخل. دكتور اشرف، احنا مش محتاجين واحنا بنحقن نعمل اشعه او يبقى عندنا منظار بالنسبه بالنسبه للبي ار بي؟ لا مش محتاجين. مش محتاجين يعني كده احنا بنقلل التكلفه جدا. يعني اذا كانش في منظار واذا كانش في غرفه عمليات واذا كانش في اشعه اللي هي السي ارم وقتها، تبقى انت بتكلف تكلفه قليله. انا مش محتاج سي ارم ولا محتاج اشعه ولا محتاج سونار. انا بدي بالاحساس بتاع الدكتور، لازم يكون دكتور فاهم هو داخل فين ورايح فين. خبرات. ثانيا انا اقول لحضرتك بالنسبه للتكلفه، انت لو حسبت تكلفه علاج الخشونه لو انت اديته ادويه عاديه لمده 3 شهور جلوكوزامين والحاجات دي كلها، تكلفتها اعلى بكتير من تكلفه الحقنه بتاع البي ار بي. تمام. طب دكتور اشرف، انا بس عايز اخد حاجه مهمه قوي. اتفضل. المريض بتاع خشونه الركبه او عنده التهاب في مفصل وحضرتك هتستخدم معاه البي ار بي، تمام، عدد مرات الحقن قد ايه والمسافه بين الحقنه والثانيه قد ايه؟ تمام. ده سؤال مهم جدا. عدد مرات الحقن ده بيتوقف على درجه الخشونه. لو فيرست او الدرجه الاولى ممكن مره او اثنين. تمام. المسافه بينهم بتكون من 21 يوم 3 اسابيع لشهر بين كل حقنه والتانيه. لان فكره البي ار بي هي بتعمل ايه؟ يعني البي ار بي دي بتعمل استيميوليشن او اثاره للغضاريف بتاع الركبه انها تكون خلايا جديده تبتدي تحمي نفسها من الاحتكاك، بيبقى الاحتكاك قليل جدا. يعني يعتبر الجسم يعالج نفسه. بالظبط. انا وفي نفس الوقت فيريستيف ما لهاش اي سايد افكت، ما فيهاش اي اضرار جانبيه، لان انا اخد من دم العيان وبحطه في ركبه العيان ونفس العيان وفي نفس الوقت. تمام. فديت بتتوقف يعني المسافات ديت بتتوقف من 21 يوم لشهر على حسب ما بيحصل تكوين خلايا جديده عشان نعرف الدنيا ماشيه ازاي. ممكن يحتاج حقنه او اثنين، لو مرحله متقدمه ممكن ياخد 3 أو 4 حقن. طيب دكتور اشرف، في يعني طبعا المرضى برضو دايما بيسالونا ايه الفرق بين البي ار بي او البلازما ريتش بروتين زي ما حضرتك شرحت لنا والدهون، بس استسمحك الاجابه بعد ما ناخد سحر من مدينه الاقصر. النهارده الاقصر معانا زي الفل. استاذه سحر مع حضرتك. استاذه سحر،
طيب هتجي لنا تاني. طيب ماشي، اتفضل دكتور اشرف، الفرق بين البي ار بي وبين الدهون. تمام، التكنيك اللي هو بعد البي ار بي لما بتاخد الدهون الذاتيه، بناخد دهون من البطن، من البطن بتبقى غنيه جدا بالدهون دي، بتحتاج تكنيك اعلى شويه من البي ار بي. انما البانشر باخد بابره بزل. تمام، ابره بزل باخد كميه حوالي 15 سنتي، وبنفس الاسلوب بتاع البي ار بي، طرد مركزي برضه، طرد مركزي بفصلها، بتديني 6 سنتي تقريبا من الدهون، الست بحقنهم في الركبه. طيب استسمحك معلش، اصل استاذه اسماء من مدينه قنا. اهلا وسهلا استاذه اسماء. اهلا بحضرتك دكتور خالد، ازي حضرتك؟ الله يخليكي تسلمي. معانا الدكتور اشرف بيه صادق، اخصائي مفاصل والعظام وخشونه الركبه، اتفضلي معاكي. اهلا بيك يا فندم. اهلا حضرتك يا دكتور اشرف. أهلا. لو سمحت انا كنت بسال، ركبتي بتاخد على فترات يعني بيجيها الم في الركبه، كان فيها مسمار، مش بقدر اطلع السلالم بصوره كويسه يعني، خصوصا لو سلالم عاليه. تمام. وغير كده لما بنام اصحى الصبح دايما الكعب بتاع رجلي سخن، مش قادره ادوس عليه نهائي. تمام. رغم ان عملت تحليل نقرس واملاح، هي اللي عندك نسبه املاح بس بسيطه، بس مفيش نقرس خالص. تمام. بس الالم في الركبه ده يعني مش مستمر، بس لما بيجي بيجي صعب جدا. ركبه واحده ولا اتنين يا فندم؟ مره دي ومره دي، يعني على تفاوت. وانت صاحي من نومي بيبقى اكتر وقت للالم؟ اه. تمام، انت قلت لي عملت تحليل نقرس طلع سليم. اه مفيش نقرس يعني. عملنا اشعاعات على الكعب؟ لا ما عملتش اشعاعات. ممكن يكون في فتره من الفترات كان النقرس عالي، عمل حاجه اسمها شوكه عظميه. ممكن نعمل تحليل هنلاقي نسبه اليوريك اسيد ممتاز وكويس، بس اوريدي كانت اتعملت الشوكه. فدي بنحتاج ليها حقن موضعي بالنسبه للكعب. لكن بالنسبه للركبه طبعا، الوزن حضرتك قد ايه؟ اكتر شويه ولا؟ لا اكتر. ده سبب الخشونه برضه بتاعت الركبه. يبقى اول حاجه نعملها نعمل اشعه على الكعب ونشوف هل في شوكه عظميه ولا لا، ونحاول نقلل الوزن شويه، ونبتدي نعمل اشعه عاديه على الركبه نشوف هل في خشونه ولا لا. في اصوات اثناء الفرد والثانيه بتاع الركبه بتبقى موجوده، هي في اصوات، ما دي برضه بدايه خشونه يعني، برضه لازم نشوف حضرتك ونعمل الاشعه على الركبه عشان نتاكد من درجه الخشونه، هل ممكن ندي بي ار بي ولا لا. شكرا استاذ اسماء. واضح واضح ان جالنا مكالمات الاقصر، الاقصر هنا واضح ان هذا المجال الى حد ما يمكن في الصعيد مش منتشر قوي، او النافذه الجديده اللي حضرتك بتقولها دي مش منتشره قوي. اتمنى حضرتك طبعا المرضى اللي بيكلمونا يتواصلوا مباشره مع الدكتور اشرف على العناوين اللي موجوده على الشاشه. لكن حضرتك قول لي قصه الدهون. وبعدها طبعا عايزين نشوف برضو، اعتقد ان في تطور اخر بعد الدهون وصلنا له. الدهون دي بتبقى نفس التاثير زي البي ار بي، بس التكنيك بتاعها بيبقى اصعب شويه، ومحتاج يعني مكان يعني غير عيادات خالص، لازم يكون مستشفى. تمام. عشان بنعمل بانشر زي كده بناخد الدهون، بيحصل بيبقى ليها سايد افكت بسيط جدا بالنسبه لمكان اخذ العينه من البطن، بيحصل زي بروتس كده وهيماتوما او كنمه كده مكانها، بتاخد من اسبوع ل 10 ايام لغايه ما تخف. ميزه الدهون ان هي بنستعملها في المراحل المتقدمه. طيب. اللي هي المرحله الثالثه او الرابعه للخشونه. دكتور اشرف بس اسمحك، سحر من الاقصر. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا يا فندم، اموري. ممكن اكلم الدكتور اشرف؟ معاك يا فندم، اتفضلي. انا عندي والدي عنده الم شديد في ركبته، فلما الالم يعني عامل ورا الركبه عامل ورم. فلما راح للدكتور عمل له اشعه عاديه يعني على الركبه. فقال له ان دي خشونه. تمام. اداله حقن والبوس وبرشام. فلما راح الاستشاره الدكتور قال له لازم تجيب ركبه طبيه من الصيدليه. تمام. فانا مش عارفه الركبه دي هل لو جابها مش هيقدر يستغنى عنها ولا هي؟ انت حضرتك قلت له في ورم ورا الركبه. ورا الركبه ورم. ورم ده ممكن ما يكون بعيد عن الخشونه، ممكن يكون في اللي هو التيانوفيا الفلويد او السائل اللي موجود في الركبه، احيانا بيخرج من عن الغشاء اللي موجود عني، بيعمل كيس ورا الركبه كده، ده ممكن يكون هو سبب الالم بتاعه. ده عشان كده لازم نعمل اشعه بالرنين المغناطيسي عشان نتاكد من التشخيص المظبوط. هو اصل هو الدكتور قال له ان دي خشونه، هو عمل اشعه عاديه مش رنين. تمام، لا نعمل اشعه بالرنين عشان نشوف سبب الورم اللي موجود ورا الركبه ده. والله هي مش هتخسر، ممكن تستحسن تساعد شويه في المشي، لكن هي مش هي الحل يعني. مش هي الحل، معلش.
تحت امرك. دكتور اشرف بيه، واضح ان حضرتك ان هذا المجال مجال يعني مطلوب جدا، واضح ان عدد كبير من المكالمات غير اللي احنا في الكنترول ما قدروش يوصلونا بيها. واضح ان حضرتك ان قصه البي ار بي وحقن البلازما وحقن البروتين وحقن الدهون داخل الركبه او في المفاصل نافذه جديده فعلا زي ما حضرتك قلت، وفي نفس الوقت اعتقد ان دي هتحل شويه من مشاكل عمليات غير المفصل. بالظبط، العمليات دي مكلفه جدا وارقام خياليه. بالظبط، حضرتك بتقول اتفضل. يعني نتكلم على تغيير المفصل. اولا تغيير المفصل ليه سن معين، انا ما اقدرش اغير المفصل لانه ليه عمر افتراضي المفصل، بيتكلم من 7 ل10 سنين يعني، فما اقدرش واحد عنده 40 سنه اعمل له تغيير مفصل، لكن ممكن اعمل له حقن. وبنفس الوقت التكلفه اللي حضرتك قلت تكلفه بايظه، وبنفس الوقت الوقت اللي بياخده العيان في اثناء العمليه بياخد من شهرين لست شهور عشان يبتدي يرجع شغله تاني ويرجع لطبيعته تاني، لكن بي ار بي تاني يوم بيكون في شغله وبيكون في مكانه. يا حاج اتفضل. وبيبتدي يبان تاثيره بعد قد ايه يا دكتور؟ بنحس بتاثيره بعد إيه؟ بالنسبه للبي ار بي من 21 يوم لشهر كده بتبتدي تكوين الخلايا بتاعت الغضاريف بتبتدي تظهر تاني. واحنا انا عامل دراسه عندنا في الاي كلينيك، انا حققنا كميه كبيره جدا بالاشعاعات يا دكتور خالد، يعني بنشوف الاشعه قبل والاشعه بعد. طيب النتيجة كويسة جدا جدا الحمد لله. دكتور أشرف بيه معانا أستاذة ناهد من القاهرة. أي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا يا دكتور، ممكن أكلم الدكتور بعد إذنك؟ مع حضرتك الدكتور. معاك يا فندم. أهلا وسهلا. هو حضرتك، هو أنا بس عندي والدتي 70 سنة. تمام. هي يعني عندها آلام دايما في ظهرها ورجليها وكده يعني. بس هو مؤخرا من حوالي تقريبا سنة. عندها ألم في رجل واحدة في الركبة. تمام. وبتورم، يعني الركبة نفسها بتبقى ورمة كده، كأني فيها يعني كأنها فيها حاجة في الورم، وألم رهيب. رحنا طبعا وديناها لدكاترة كتير وأشعات وتحاليل، هي ما عندهاش يعني ما عندهاش أملاح وما عندهاش نقرس. بس هي طبعا بتاخد علاج ضغط وعلاج قلب. سكر، في سكر ولا لا؟ لا ما فيش سكر. تمام. ما فيش عندها سكر. الوزن دي بس هي الوزن، لا ده هي جسمها قليل خالص، ما كملش بتاع 45 كيلو يعني. تمام. 50 كتير. بس هي المشكله، هل يعني انا بسال بس هل ينفع لها الحقن؟ يعني هي 70 سنه. تمام. احنا بنشوف الاشعه اللي معاها ادويه قلب وادويه، لا مالناش دعوه بادويه القلب، ده حاجه لوكال وحاجه بتتاخد من الدم بتاع المريض للركبه بتاع المريض، مالهاش اي علاقه بالادويه اللي بتاخدها، بس بنشوف درجه الخشونه هل تسمح ولا لا، وبنعمل صوره دم زي ما اتكلمت مع الدكتور خالد نشوف هل الدم اللي موجود عند غني بالبروتين ولا لا. دكتور اشرف بيه، الحقيقه واضح ان احنا عندنا سيل من المكالمات والاتصالات كلها بتتكلم عن حقن الركبه وحقن المفاصل، وهذا الموضوع اتصور ان هو موضوع مهم صعب اختصاره في حلقه واحده. استسمحك استاذه مروه ان الدكتور اشرف وحضرتك تكونوا معانا في الحلقه الجايه نتكلم اكتر عن الحقن. واضح ان مركز اي كلينيك في تقاطع الليبيني مع ترسا بيقدم هذه الخدمه، بيقدم خدمه كمان الفصل عنده، وممكن بقى في الحلقه الجايه تدونا بقى تخفيض او كام حاله مجانيه لمشاهدين البرنامج. واتصور حضرتك ان احنا سعداء جدا بهذه الاطلاله وهذا اللقاء الجميل. واعزائي المشاهدين ارجوكم ما تسيبوناش الفقره الجايه عن اول مركز متكامل في علاج الاسنان في صعيد مصر، هيكون معانا مشرفنا الدكتور عبد الرحمن في الفقره الجايه. فاصل قصير جدا ونعود لحضراتكم. شكرا. رجعنا لحضراتكم، اتمنى ما تكونوش بس سبتونا في اي مكان. معايا في الفقره الثانيه استاذ الدكتور عبد الرحمن عصام ابو الفضل، استشاري جراحه وعلاج الاسنان جامعه جنوب الوادي قنا، مدير مركز بيور دنت في قنا. الاول طبعا انا لازم اقول له الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ومشوار مرهق، وحضرتك تكبدت مشقه السفر عشان تجي لنا وعشان تكون مع المشاهدين وتقول لهم مركز بيور دنت. حضرتك قلت لي ده اول مركز في صعيد مصر بيقدم كافه خدمات علاج وجراحه الاسنان، كلمني عن المركز يا دكتور عبد الرحمن بيه. بص حضرتك، المركز بيوفر جميع تخصصات الاسنان بما يعني يكفي جميع الحالات، الحالات والفئات العمريه بدايه من سن سنتين لغايه سن 76 سنه. في قسم خاص للاطفال، هايل، عياده خاصه للاطفال زي ما هنشوف الصور كمان ان شاء الله. برضو المركز الفكره بتاعته الاساسيه ان قصه السوبر دينتست دي مش عندنا، اللي هو طبيب الاسنان اللي بيشتغل جميع التخصصات وبيشتغل كل حاجه، لا دي مش عندنا. عندنا كل تخصص ليه دكتور
مركز فيه ومش وراه أي حاجة غير التخصص بتاعه. مثلا عندنا دكتور استشاري للأطقم المتحركة بتاعت الناس الكبيرة في السن، مش بيشتغل أي حاجة غير ده بس. وطبعا ده بيتطلب منه مش مجرد علم فقط، لأ، لازم يبقى عارف ازاي يتعامل كويس مع الناس الكبيره في السن، طبعا ليهم تعامل خاص غير الناس العاديه. كمان عندنا دكتور اخصائي لاسنان الاطفال، دكتور استشاري زراعه اسنان، تقويم، انا تخصص تجميل، كل تخصص ليه دكتور خاص بيه. طب ممكن الاعداد بس ينزل لنا شريط فيديو؟ انا اعلم ان الدكتور عبد الرحمن جاب لنا حاجه فيديو عن مركز بيور دنت في مدينه قنا. كمان عايزين نشوف صور للتجميل اللي بيتم في هذا المركز، لان احنا معانا قامه كبيره وعلميه وخبره في هذا المجال، وجميل جدا احنا نلاقي ده في صعيد مصر. كلمنا دكتور عبد الرحمن عن قصه تجميل الاسنان، اتصور هو ده الفيديو دكتور عبد الرحمن. ايوه ده الفيديو على الشاشه حضرتك. تمام ممكن. ايوه تمام. ده حضرتك، هذا هو المركز. تمام. ده دورين، انا شايف دورين كاملين بالظبط، متخصص ومتعدد التخصصات بالظبط. دي ده كرسي اسنان. عادي ده دي حاجه بقى الأطفال. دي اطفال. ده للاطفال. شكل جميل جدا، انا اول مره اشوف هذا الشكل الحقيقه في عيادات الاسنان. تمام. وده ريسبشن. بالظبط، ده البيشنت من اول ما بيدخل عندنا بيبقى ليه اي دي، في باركود متسجل عليه كل البيانات بتاعته، مجرد ما بيدخل جاست بس ان احنا بنعمل سكان للاي دي بتاعه بتظهر كل بياناته، حتى بالحاله الاجتماعيه برقم التليفون بكل حاجه، واي امراض طبعا سابقه ليه واي علاج بياخده. بالظبط، دي عيادة التجميل، دي تجميل الاسنان. ده انت بتصور له كمان بالظبط، لازم الصور قبل وبعد، قبل العمليه وبعدها. جميل جدا جدا. دي عيادة الجراحه، دي جراحه الاسنان. ده التشخيص لو ده المركز من بره. ده قلت لي حضرتك في قنا، في شارع الجميل بجوار فندق جراند. بالزبط. واعتقد ده قريب قوي من محطه القطار، يعني سهل قوي الوصول الى مركز بيوردن. دكتور عبد الرحمن طبعا سعيد جدا يبقى في حاجه في الصعيد بهذا المستوى اللي انا يمكن ما شفتوش كتير في مراكزنا في القاهره، ولكن كلمني عن تجميل الاسنان بيتم ازاي، وهل ده النهارده اصبح مطلوب في صعيد مصر؟ طبعا طبعا، هو للاسف مطلوب من زمان جدا في صعيد مصر وفي كل حته، بس هي الفكره كلها ان اهلنا في الصعيد ما كانوش بيلاقوا الخدمه اللي هم محتاجينها، واللي هم ايه، طبعا اساسا تجميل الاسنان بيبقى مكلف شويه وعايز دقه جيده جدا، فاصلا اهلنا كانوا بيخافوا ان هو يعملوا اي حاجه زي كده في الصعيد، فكانوا اضطروا يسافروا القاهره. طبعا لكن الحمد لله دلوقتي طبعا ما اصبح ما فيش اضطرار ان احنا نسافر القاهره، مفيش اي داعي لكده، عندنا الحمد لله في المركز بيتم موضوع التجميل على اكمل وجه، ومش التجميل بس، وجميع التخصصات. تمام. طيب اقدر من الاعداد بس يورينا بعض الصور لحالات تم اجراءها داخل مركز بيور دنت للتجميل وللزراعه؟ نشوف حاجه كده من فضلك. دكتور عبد الرحمن، التجميل ده له سن معين ولا ممكن الأطفال أو سن المدارس يقدر يخش في هذا المجال؟ والله حضرتك، الأطفال أحياناً بنحتاج إن احنا ندخلهم في قصة التقويم. تقويم. بالظبط، والتقويم كل ما بدأنا بدري أكتر كل ما كان أحسن، لأن احنا بنركب الأجهزة بتاعتنا اللي بتخلي العظم ينمو في اتجاه معين احنا عايزينه. تمام. مش بتخليه ينمو بحرية زي، فبالتالي ممكن يتأثر بعدين في ترتيب الأسنان. ده جراحة بقى دكتور عبد الرحمن اللي على الشاشة؟ لا، ده كان كشف. كان عملية حشو تجميل للضرس. حشو تجميل للضرس. تمام. تمام. نشوف اللي بعده كده من فضلكم. تمام. طيب هات لنا كده بعد الصور بس نشوف يعني إمكانيات الخبرات اللي موجوده. انا سعيد جدا ان احنا نكون في قنا وفي الصعيد. عايز اقول لك يا دكتور عبد الرحمن، ده عيادة الاطفال بقى. بالظبط، عيادة الاطفال ما بيخافوش بقى من الاسنان زي زمان بقى، انت حاطط لهم حاجات لطيفه جدا طبعا، لان يعني العياده اصلا مهيئه بحيث انها بتعمل ارتياح نفسي عند الطفل. تمام. وبتنزع احساس الخوف منه، فمجرد بس بيشوف المنظر كده بيرتاح نفسيا خالص، بتلاقي الطفل مستسلم تماما للدكتور، بيعرف يعالجه بطريقه كويسه جدا. ده يا دكتور عبد الرحمن قبل التجميل. بالظبط، ده بعد. ده بعد التجميل. ده اتعمل له ايه بقى هذا المريض؟ دي حضرتك اتعمل قشره صناعيه او الفينير. فينيرز. بالظبط، الفينيرز. هايل. زي ما حضرتك شايف الاسنان فيها تسوسات كتير. تمام. وغير منتظمه تماما. تم معالجه كل التسوسات دي واتحطت الفينيرز على 8 اسنان الاماميه. تمام. ظهرت بهذا الشكل.
الشكل اتغير تماما طبعا. اللي فوق ده طبعا شيء ده خد وقت قد ايه كده يا دكتور عبد الرحمن؟ ده حضرتك خد ما يقارب من 15 يوم بس يعني حضرتك عليك كل 8 اسنان وركبت كمان العدسات اللي هي الفينيرز في بس فتره 10 ايام بس فتره 15 يوم 15 يوم حضرتك الابتسامه لما توصل لهذا الشكل العيان نفسه حياته كلها بتتغير طبعا العميل نفسه حياته بتتغير تماما خلاص بطلنا بقى نحط ايدينا على بقنا واحنا بنبتسم بطلنا نتكسف ان احنا نقعد في مكان عام تمام لما طيب. بكده احنا برضو بننوه لحضرات الساده المشاهدين ان احنا اتصالات موجوده تليفونات الـ 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 القناه موجوده وتليفونات البيور دنت كمان موجوده عشان لو حد ما قدرش يلحقنا على الهواء وياخد فرصه مع الدكتور عبد الرحمن تبقى الايه التليفونات بتاعه المركز موجوده ان شاء الله. الـ 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 قصه يا دكتور عبد الرحمن التجميل والزراعه قصه يعني اتصور انها في الصعيد كانت طلب ملح. ليه صديق طبيب تخدير كان هو سمعني دلوقتي سافر اسكندريه لمده اسبوعين كاملين ساب كل شغله ساب كل حياته واسرته عشان فقط يعمل عمليه زراعه الاسنان في اسكندريه وبعدها طبعا بثلاث اشهر راح تاني عشان يكمل وابتدى تبقى ليه زيارات على مدار سنه كامله عشان يقدر يصل الى صوره نهائيه للاسنان. طبعا فرقت معاه كتير جدا فرقت في كل حياته طبعاً وفي شغله وفي اهتماماته وكده بس وجود ده في محافظه قنا وجنب يعني جنب كل المناطق اللي في الصعيد ده شيء مشجع كده. الكلاينت بتاع حضرتك او الزبون بتاع حضرتك بقى من محافظه قنا بس ولا من المحافظات المجاوره كمان؟ لا طبعا بتيجي ناس كتير من محافظات المجاوره بتيجي ناس كتير من اسوان من الاقصر من البحر الاحمر خاصه بتيجي ناس كتير من هناك مراكز محافظه قنا نفسها بتيجي ناس من كل حته. خلاص دلوقتي الحمد لله الناس ما بقتش تضطر انها تسافر القاهره او اسكندريه وده بيكلفه وقت ومجهود واقامه طبعا. لا خلاص الناس مش مضطره للكلام ده. عمليه الزراعه مثلا بتخلص في خلال من ربع لثلث ساعه على حسب عدد الزرعات اللي هتتحط. دي زياره. الزياره الثانيه بتيجي بعدها بثلاث شهور بنركب التركيبه النهائيه بس مش محتاج غير زيارتين يعني فقط. داخل المركز نقدر نعمل تقويم نقدر طبعا. نعمل تجميل زي الفينيرز والهوليود سمايل تمام. نقدر نعمل كمان زراعه للاسنان. طب عايز حضرتك تكلمني عن طالما انت جبت صوره الاطفال وقصه ان انت يعني الالعاب اللطيفه وزرافه وبتاع فطبعا الطفل ما يخافش من دي لكن ازاي نتعامل مع تسوس الاسنان عند الاطفال ودي اصبحت ظاهره يعني مؤرخه جدا ان بتشوف الاطفال في سن صغير قوي سنانها رايحه وبعضها بيبقى التسوس واضح جدا وده بيأثر في نفسيه الطفل. طبعا بص حضرتك هنا هنتكلم في نقطتين مهمين جدا. اول حاجه العادات السيئه اللي بتأدي لتسوس الاسنان الاطفال باكرا. ده حاجه احنا بنسميها الاي سي جي او الايرلي تشايلد هود كيرز. بيحصل تسوس في مرحله بدري جدا بتلاقي الطفل سنه 3 سنين مثلا او 4 سنين واسنانه كلها مسوسه. دي كلها في باد هابتس كتير جدا بنعملها في البيت الام مش بتاخد بالها منها زي ما احسن ان احنا نبيت البوتل بتاعت الطفل في بقه فيها محلول سكري بتبات او ان احنا الطفل مش مهتمين ومش مركزين هو بياكل ايه. بياكل شيبس كتير بياكل حلويات كتير مش مركزين معاه بياكل اللي ياكل ده طبعا ما ينفعش. ده بعدين بيؤدي الى تسوس لكل اسنان الطفل وده علاجها بيبقى صعب شويه خاصه بيبقى سن الطفل اصلا بيبقى سنة 3 سنين او 4 سنين فيبقى حتى السيطره عليه بتبقى صعبه شويه وده ممكن يضطرنا بعدين ان احنا نعمل يعني نخضع الطفل لتخدير كلي عشان نقدر نحشي او نقدر نشيل بالظبط ده طبعا لازم متابعه مهمه جدا جدا من البيت. دي اول نقطه. ثاني نقطه وهي ان الناس فاهمه ان يا دكتور طب مش السنه دي كده هتبدل طب ما نخلعها دي نحشيها طبعا ده كل الناس اهالينا زمان بيقولوا هذا الكلام لحد لغايه النهارده احنا كده هيبدل سنانه على سن الست سنين ولا سبع سنين بالزبط. ما خلاص سيبك منها كده الجديد طالع بالظبط. ما هو لو الاسنان اللبنيه ما لهاش لازمه ما كانش ربنا خلقها سبحان الله. سبحانه وتعالى مش بيعمل اي حاجه غير لو كان ليها فايده مهمه جدا فطبقا لهذا المنطلق مش هينفع ان سنه زي كده ربنا سبحانه وتعالى خلقها احنا نستغنى عنها بالسهوله دي. ليه بقى؟ ايه فايده السنه اللبنيه اصلا؟ السنه اللبنيه دي بتحفظ مكان السنه الدايمه على ما تطلع. السنه الدايمه قويه وبتحتاج كالسيوم كتير بتاخد فتره كبيره على ما تتكون داخل عظم الفك فربنا بيدينا حاجه كده مؤقته دي هتستخدمها في الاكل لغايه لما اللي تحت تطلع كويس اللي هي السنه الدايمه على ما تاخد وقتها بقى في النمو وتاخد كميه الكالسيوم المناسبه عشان تطلع لان دي هتكمل بيها باقي حياتنا. فالسنه اللبنيه لو اتشالت قبل ميعاد تبديلها
اصبح مكان السنه الدايمه تحتها فاضي. وللاسف مش هيفضل فاضي. بتلاقي الاسنان اللي ورا مع المضغ ابتدت تقفل على بعض. تيجي بقى السنه اللي تحت تلاقي الفكه هي لسه ما نمتش، هيجي يوم وهتكبر وهيطلع الجدر بتاعها، عايزه تطلع مكانها اتاخد، هتعمل ايه بقى؟ ترجع ورا، مش هتسكت، هتزاحم بقى. تحشر نفسها. تطلع ناحيه دي تشوهات يا دكتور عبد الرحمن. بالظبط، دي تشوهات الاسنان. بالظبط كده. تمام. فعشان كده خطر جدا جدا ان احنا نخلع سنه او ضرس قبل ميعاد التبديل بتاعه. يعني النصيحه بيور دينت والدكتور عبد الرحمن، لو عندك طفل لسه ما جابش السنان القويه بعد عند 6 سنين تقريبا، يبقى احنا ما نشيلش اسنانه اللبنيه، ما نسيبهاش تسوس، ما نخلعهاش. بالزبط. كل ده ممكن يتصلح ويتعالج، عشان ده بيحافظ على الاسنان في المستقبل، الاسنان الجديده اللي طالعه. طب يا دكتور، لو الاسنان دي اتخلعت، ده بيأثر على شكل الفك وشكل الاسنان الجديده طبعا. هنا بقى هيبتدي يخضع للتقويم. بالظبط. والله احنا لو اتلحق بدري، يعني مثلا لو جالنا طفل خلع قبل كده ولسه صغير، لسه في سن 6 سنين او 7 سنين، بنعمل حاجه اسمها حافظ مسافه. تمام. جهاز بيتركب في المسافه دي، بيخلي كل سنه قاعده مكانها، ما تتحركش من مكانها عشان ما تاخدش. ده صناعه يا دكتور ابراهيم. طبعا. بيتاخد مقاس للطفل وبيتم تجهيز الهواء، بس مشكلته ما بياخد وقت شويه، ممكن ياخد له اسبوع 10 ايام على ما يجهز. لكن دي طبعا مش مده، بالنسبه لان الاسنان بتتحرك، على ما تتحرك بتاخد ممكن مثلا 2 3 سنين يعني. فبنكون احنا اوريدي ركبنا حافظ المسافه، وده بيفضل محافظ على المسافه بتاعت السنه الدايمه لغايه لما الجدر بتاعها ينمو ويكتمل وتطلع في مكانها الطبيعي. ال 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 السنان دي يا دكتور عبد الرحمن، اعتقد ان هي من اهم ال يعني الاعضاء في الجسم، لان هي دي يعني اعتقد غير موضوع المضغ والاكل، شكل الفك نفسه وشكل بقيه الجمجمه بيتحدد عن طريق الاسنان، شكل البني ادم. الاسنان دي مهمه قوي. كلمني عن قصه التجميل بقى والهوليود سمايل والفينيرز، ايه اللي بتعملوه بقى في الصعيد في دي؟ وده اعتقد ده مجال جديد في الصعيد، احنا يعني على وقتنا احنا ما كناش نعرف الكلام ده. دي حقيقه. حضرتك الهوليود سمايل معناها الاول ابتسامه مثاليه، ايديال سمايل. تمام. الابتسامه المثاليه دي عشان اوصل لها ليها كذا سبيل وكذا طريقه، ده طبعا بيختلف من حاله للتانيه. المفهوم بس انا عايز اصلحه عند الناس رابطه ما بين الهوليود سمايل والفينيرز. تمام. يعني انا رايح اعمل هوليود سمايل، يعني انا رايح اعمل فينيرز. طبعا ده مصطلح خاطئ تماما. تمام. الفينيرز اداه من ادوات الهوليود سمايل، اداه من ادوات تجميل الاسنان، لكن مش هي اساس تجميل الاسنان. تمام. بمعنى بمجرد ما بيجي البيشنت اللي محتاج تجميل الاسنان بتاعته، بنسمع منه الاول ايه اللي مش عاجبك في اسنانك. تمام. ايه الحاجه اللي مضايقاك؟ بيبدا يا دكتور والله الاسنان بارزه لبره شويه، الاسنان لسه عندي بتبان وانا بضحك، الاسنان مسفره شويه. فمثلا اللي عنده اصفرار في الاسنان ده مش محتاج فينير، ممكن تكون اسنانه كويسه جدا ومرصوصه جنب بعضها كويس جدا جدا وشكلها مناسب جدا، بس فيها سنه صفار. بمجرد ما انا هعمل له تبييض للاسنان، الموضوع بياخد نص ساعه، ساعه الا ربع، كده انا عملت له هوليود سمايل من غير اي فينيرز. تمام. كده انت وصلت للابتسامه المثاليه اللي حضرتك عايزها. واحده تيجي تشتكي دكتور شكل ابتسامتي مش عجباني، في حاجه غلط. طب ابتسمي، بنبدا نصورها، بنلاقي المشكله كلها في ايه؟ ان لسه بتظهر اسنان الابتسامه بتاعتها. حضرتك والله اسنانك زي الفل وحجمها كويس جدا ولونها كويس، بس اللثه زايده شويه. بيتعمل لها عمليه قطع بالليزر. قطع اللثه؟ اللثه بالليزر. لا لا اتفضل. ماشي. انت بتقولي دلوقتي، انت بتتكلمني عن موضوع يعني انا اول مره بسمعه. يعني انت حضرتك ممكن تكون مشكله الشخص كلها في الابتسامه بتاعته، ان اللثه بتاعته شويه اطول من الطبيعي، وبالتالي انا هقطع بالليزر جزء من اللثه. بالظبط. واعدل الشكل كله. بالظبط. دي حاجه مش مؤلمه جدا جدا، وده بيتعمل في بيور دنت في صعيد مصر. طبعا. الله الله يا دكتور. طيب، ونبي الاعداد ينزل لنا صور لشغل الدكتور لو سمحتوا. الدكتور بيتكلم في كلام انا اتصور ان هو مهم جدا ان احنا نسمعه في صعيد مصر. ارجوكم نزلوا لنا شغل الدكتور على الشاشه عشان الدكتور يقدر يشرح لنا تجميل الاسنان وزراعه الاسنان والشغل العظيم اللي بيتعمل في صعيد مصر. انا لا اتصور ان هذا الكلام، يعني لو كنت سمعته والدكتور عبد الرحمن مش جنبي كنت هقول ده كلام يعني ايه خرافات يعني. اتفضل يا دكتور عبد الرحمن. بمجرد ما اقول لحضرتك بنقصر اللثه شويه، وده عمليه مش مؤلمه تماما، ما فيهاش نقطه دم، لان الليزر بيقطع ويكوي في نفس الوقت. تمام. ما فيش اي نزيف بيحصل. خلاص. مجرد ان احنا قصرنا اللثه شويه، خلاص شكل اسنان اتظبط كده. احنا عملنا هوليود سمايل بعمليه بسيطه ما كملتش نص ساعه. تمام. وتكلفتها ضعيفه جدا. تمام.
طيب دكتور عبد الرحمن، انا اعرف ان الهوليود سمايل دي نوعين، ثابت ومتحرك. يعني ممكن واحد مثلا فرحها بعد اسبوع اسبوعين تعمل هوليود سمايل متحركه، تلبسها بس في تصوير الفرح او في الخطوبه، وبعد كده تستغنى عنها وتشتغل بسنانها الطبيعيه. هل ده مفهوم صحيح ولا انا يعني مش يعني صحيح بنسبه 60% او 70%؟ كويس. بالنسبه لتخصصي حلو قوي. احنا احيانا بنضطر في الظروف الضيقه اللي زي كده، بعين او حاله مسافره عندها فرح عندها خطوبه والوقت ضيق جدا، بنعمل حاجه مؤقته بتتلبس وتتشال مؤقتا بس عشان الظرف ده كده يعدي، وبعدين بقى بعد ممكن نعمل بعدين الهولد سمايل الدايمه. دي مش ما نقدرش نقول عليها متحركه. دي حاجه يعني المصطلح الاقوى ان احنا نقول عليها مؤقته. مؤقته. تمام. ما اقدرش اعيش بيها كتير. لو اتلبست فتره كبيره ليها اضرار على اللثه. بتعمل التهابات، بتحوش اكل كتير. دي مجرد ان انا طالع من البيت بلبسها برجع البيت بحطها تاني. ده في ناس بتلبسها دكتور عبد الرحمن بس مثلا بتتصور بيها في مناسبه معينه بالظبط، ما هي بتبقى زيها زي الايه الاكسسوار. يعني بالزبط. زي مثلا هتحط النهارده حلق مش عارف هتحط مش عارف ايه كده شنطه جديده بتاع، فبتحط الهوليود سمايل دي تطلع بيها. هل ده موجود في الصعيد برضه؟ طبعا موجود. موجود طبعا. طيب طبعاً. اسالك بس سؤال يمكن شويه بعيد، المعامل بتاعه الاسنان اللي هي بتعمل بقى الفينيرز وبتعمل حاجه التركيبات وده، هل ده قريب منك برضو في الصعيد ولا انت بتضطر تبعت ده القاهره ويرجع تاني؟ لا صراحه ببعته القاهره. تبعته القاهره برجع تاني، وحاليا احنا بنجهز المعمل الخاص بتاعنا في مركز بردين عشان ما نضطرش للسفر. وحضرتك طالما ذكرت موضوع المعمل ده فانا حابب اشكر المعمل اللي انا بتعامل معاه جدا جدا. طبعا لو تسمح لنا اذكر اسم المعمل. طبعا طبعا. معمل حورس للاسنان. طبعا. استاذ احمد سليمان واستاذ هاني واستاذ بركات. بشكرهم جدا جدا. تعاونهم معانا بصراحه فارق معانا جدا جدا في الشغل وفي النتيجه. ربنا رب يبارك لهم، اتمنى انهم يسمعنا دلوقتي ان شاء الله. اكيد اكيد. احنا كمان بنشكر معمل حورس لان هو بيشتغل ده في القاهره. هنا بيخدم بقى ابناء الصعيد وابناء محافظتي انا ومحافظه انا، وبيخدم مرضى الدكتور عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن انا عايز برضو اعرف لو الاطفال فعلا تم خلع الأسنان بتاعتهم في السن الصغير ولم يحصلوا على فرصة جيدة لتركيب الحاجات اللي حاجة بتقول عليها حافظ المسافة أو حافظ المسافة، الشكل هيبقى شكله إيه وإيه طرق علاج ده في المستقبل؟ حضرتك أيا كان النتيجة إيه بنتعامل معها. التقويم دلوقتي السنان لو كانت إيه المشكلة اللي فيها بتتعدل وبترجع طبيعي جداً وبتتظبط وبتتحط في صف واحد وبشكل متناسق جدا جدا جدا، ما فيهوش اي مشكله. اللي انا عايز اقوله لحضرتك ده مش معناه ان احنا نهمل ونخلع براحتنا، لا، ان احنا نحافظ على اسنان اطفالنا وما نخلعش ده بيوفر علينا مشوار كبير جدا في التقويم. تمام. خلاص القطر فاتنا وخلعنا بدري والاسنان ما بقتش منتظمه، احب اقول لك لا القطر والله ما فاتناش ولا حاجه وكل حاجه ليها حل، والتقويم هو اللي بيمثل الحل السحري للموضوع ده. تمام. طيب يعني حضرتك احنا دلوقتي في بيور دنت عندنا التجميل. تمام. عندنا الزراعه، عندنا التقويم، وعندنا علاج الليسا، عندنا الليزر. تمام. انت بتكلمني عن منظومه كامله زي ما حضرتك قلت. بالزبط. ده اول مركز متكامل في صعيد مصر بيعالج كل مشاكل الاسنان والليسا. انا برضو عرفت من حضرتك قبل الهوا ان حضرتك كل تخصص له حد متخصص فيه، اساتذه واستشاريين في جامعة جنوب الوادي. آخر سؤال بس لحضرتك عشان وقتنا، الأسعار هل زي أسعار القاهرة كده مكلفة وغالية ولا أنتوا بتراعوا بقى إن إحنا في الصعيد وإن مريض الصعيد شوية يعني ظروفه يعني أقل شوية من القاهرة يعني؟ والله يعني أهالي القاهرة لو عرفوا أسعارنا هم اللي هيقولنا مش يعني إحنا. يعني الأسعار عندنا في الصعيد ما زالت برضو أقل شوية من القاهرة. طبعا طبعا. والخدمة أقل كتير كمان. أعتقد كتير. يا زيها يا إما كمان هم بيبقى شوية. نفس المعمل ونفس الخامات اللي إحنا بنستخدمها في المركز هي اللي هنا، هي ما معروفين يعني الحاجات بتاعتنا محدودة شوية. الخامات اللي هي البراندات الكويسه جدا دي بتبقى محدوده جدا. تمام. اللي بيستخدمها في الصعيد هي اللي بيستخدمها في القاهره في اسكندريه ايا كان في مصر كلها. طيب لكن يا دكتور عبد الرحمن الزراعه بتتم تحت مخدر موضعي. تمام طبعا. وتركيب الزرعه بعد كده برضو تحت مخدر موضعي. وخياطه الليسة والغرز ده كله ده تحت مخدر موضعي. امتى بنحتاج المخدر العمومي، بس في الاطفال؟ لا مش بس في الاطفال، بتبقى في أدق الحالات، حالات جراحات الوجه والفكين. مثلا لا قدر الله الحوادث.
احيانا بنضطر نعمل عمليات تجميليه في الفك. تمام. بيبقى في بروز في عظم الفك. بيتظبط تجميليا. لا احنا عايزين بقى يا دكتور عبد الرحمن، انت فتحت موضوع تاني خالص وهو حضرتك الوجه. والله العمال بتجرجرني في جراحات الوجه والفكين. جراحات الوجه والفكين دي عايزه يوم كامل. تمام. عايزه حلقه كامله. معلش اسمحنا يعني ايه اسمح لنا للساده المشاهدين اللي عمال يكلموني على التليفون، انا لان وقت البرنامج عمال مسرع جدا معانا، فاسمح لنا بحلقه تانية هنكلفك مشقه السفر بس على عيننا وعرفنا طبعا. لكن عايزين نتكلم عن جراحه الوجه والفكين، لان احنا حضرتك تعلم تماما مدى جسامة الحوادث في طبعاً. صعيد مصر، مدى الطرق السريعة، طريق الجيش، طريق أسوان، القاهرة، طريق أسيوط الغربي، كلها حوادث صعبة جدا، كلها تتعرض بعضها إلى مشاكل في الوجه والفكين. وده طالما بيور دنت بيقوم بده فلنا لقاء في ده كمان. عايز أقول طبعاً. إن جامعة جنوب الوادي جماعة قوية جدا، جماعة راقية جدا، برئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والمدرسين والأساتذة، بتقدم خدمة جيدة جدا في مستشفى الطوارئ، وأعتقد أن برضو حضراتكم بتشاركوا بشكل إيجابي جدا في هذا الموضوع. دكتور عبد الرحمن أنا سعيد جدا بلقاء حضرتك. الله يناسحك دكتور. الله وشاكر جدا لتعبك ومجيئك من هنا على عيني وراسي، يعني يا ريت كنا نقدر ننقل الاستديو لمحافظات الجنوب مره في الاسبوع ونسجل مع حضرتك والله ربنا يكرمك. ولكن انا بعتذر لحضرتك لان وقت البرنامج انتهى. اعزائي المشاهدين كنا اليوم في حلقه مميزه جدا في خشونة الركبة والمفاصل ومع الأستاذ الدكتور استشاري العظام الدكتور أشرف، وكان معنا في الفقرة الثانية نافذة جديدة فعلا لعلاج كافة مشاكل الأسنان واللسة مع الأستاذ الدكتور عبد الرحمن ومركز بيور دنت في محافظة قنا. أتمنى ألقاكم على خير بإذن الله الأربعاء القادم 7 مساء بإذن الله، ونافذة جديدة على الطب والجراحة والجديد في عالم الطب والجراحة والتشخيص والعلاج من مدير المستشفى. ألقاكم على خير بإذن الله.